اللي فيها امام مايوركا. كيليان مبابي يحط الرحال لاول مره على ملعب سانتياغو برنابيو في مواجهه الصاعد الجديد بلد الوليد، الفريق الذي لعب مباراته الأولى وخسرها هو كذلك بهدف مقابل صفر. طبعا مباراة يحضرها جمهور غفير وغفير جدا في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. المباراة الكرة الأولى من هنا على الجهة اليسرى لعناصر فينيسيو جونيور، ومازال المراوغة ممتازة. فالفيردي يرجع والكرة العرضية البعيدة وميليتاو دخل بحثا عن أردا جولر، والكرة في الركنية الأولى لفريق الكرة البعيدة بحثا عن ماركوس أند. كرة العرضية ممتازة من هنالك والتجدر اليسر وخروج موفق من هنالك من الحارس كالهين أمام أنظار الحكم الجماهيرية المدريدية. كذلك جولير ضيعتها يوريتش أو ميسيغير الجهة اليسرى، فينيسيوس صعب عليهم يلحق على الكرة من هنالك على الجهة اليسرى وتج من التقرب. رائعة من روديغير ورائعة من مبابي بيسرى على الطائر مثل ما جاءت، والصد كان أروع من كارل هيني الذي تمكن من كرة لفريق بلد الوليد. ضاعت تيبور عنده الحلم وعنده تلعب ممتازة. خروج اللاعب بويومو عن غونزاليس بالإضافة إلى إبراهيم دياس هو غايب اليوم. ضاعت الكرة رودريغو تغطية دفاعي يوريتش مرة ثانية تسديدة رائعة كرة ماكيس تسديدة بيمناه الصد من هنالك والكرة ضربت في تشواميني وراحت ركنية لعناصر بلد الوليد بأول ركنية مقابل دريو والدفاع. المباريات اللي كانت تجمع بالريال مع الريال مرة ثانية لعناصر بلد الوليد. فالفيردي لكارفاخال كارم سبع أرواح جينيور عنده الكرة بلد الوليد وتغطية رائعة من هنا عن طريق إيدير ميليتاو من أمام قلب الهجوم ماركوس أن بين مر من الاثنين ولم يتمكن من الثالث بل ارتكب خطأ. صفر الحكم. مازال مبابي جولير مبابي مباشرة البحث من هنا عن تركي تشواميني بكل الهالة وبكل الكلام وبكلام على جهة اليوم نفت في دور الأبطال. رودريغو رائعة من رودريغو التوغل رائع ولكن التغطية الدفاعية. الحكم يشير برايته إلى ماذا؟ خطأ ولا وضعية تسلل؟ هيلة 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 الكرة وزن هنالك رودريغو فينيسيو جونيور كوري أندري 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 الحكم يقول العب العب يا أندري. تشواميني جونيور وخطأ رودريغو جونيور غيلير ضيعت مبابي فالفيردي والثاني مازال فينيسيوس جونيور مبابي ولكنها لم تمر. رجعت لتشواميني يتمكن منها وتروح تماس مع الوقت ممكن يستهلك. يجد صعوبات كبيرة فريق ريال بعد تلف غارسيا والتوزيع الدفاعي الصد وأن يتحدث إلى الحكم هو القائد. كيليان مبابي استلم هذه الكرة كيليا خطيرة خطيرة بينية استرجعها بالرأس الحكم هنا يصفر خير الرأسية وراحت سهلة. كرة تلعب لجولير زوج لاعبين أمامه ضاعت منه ولكنه الحكم في نهاية المطاف في رودريغو جولير كرة بعيدة من هنالك لمبابي ماركو سوندري وصلت لمخيس هو حلل العقد التسديد ريح مبابي من سانشيز يرو لمسة يد يا فايا رودريغو. نعم اختبار مهم جدا ورائع جدا بالنسبة لفريق ريال مدريد في مواجهة فريق واقف بهكذا شكل وغالق بهكذا شكل وعنيد بتاو يا ميليتاو يا فالفيردي العرضي أندري من أمام روديغير هنا خطير لمبابي والدفاع يدخل. مبابي كان متسلل في تقدير الحكم المساعد لم يجد ظلته لمبابي ولا الريال أمام ريال بلد الوليد. هنا ما في خطايا يا أندري ما في خطايا أندري. هاي الكرة والتمريرة وضعية ركات ممتازة مبابي ضيعتها يهيئ أنفسهما مبابي وين يا مبابي تركيز وحيوية تال وقت بدل الضائع كارفاخال ميسيغير وكيكي بيريز ثلاثي وسط خطيرة الكرة خرجت
وثلاثي الخط الامامي كيليان مبابي تاتي المرمى خطيره جولر رائعه من اردا جولر ورائعه كذلك من الحارس كارلين ينقذ مرماه من كره جول بدايه موفقه الان للريال مع اول كره واول لقطه واول فرصه الدقيقه الثالثه فالفيردي رودريجو تغطيه اخرى دفاعيه راح يتالف تعيد فالفيردي صاروخ أرض أرض عابر للقارات يفعلها فيدريكو فالفيردي وينقذ الريال يسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لعبة ثلاثية ولا أروع فالفيردي لم يطرح ولا سؤال فوجد الجواب من تسديدة أرضية زاحفة قوية مرت من أمام الحارس كارلين جول للريال وجول لفالفيردي 1-0 لريال مدريد بصعوبة في الدقيقة الخامسة الصبر بالنسبة للريال سلاح فتاك وقوي دخلوا بقوة بداية المرحلة الأولى فوجدوا الحل هاي اللعبة وهي الكرة بوم اوي 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 فينيسيوس جولر جولر اوي ميسيجير مع ماكيس المر رودريجو التوزيعة خطيرة 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 رائع تيبو كورتوا ينقذ الريال من هدف التعديل ثم داني كارفاخال كارفاخال كرة بعيدة للأمام توصل لكيليان مبابي 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 كيليان ينطلق على الجهة اليسرى يطلبها مبابي وصلت ورسية ضيعتها يا ولد أردا جولر مرة ثانية بيسرى ضاعت الكرة خطيرة 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 مورو في أول كرة راسيه من روديغير ومبابي والحارس كانت صعبة الكرة هذه بالنسبة إليه من الكرة عندهم فالتكرة ضاعت والانطلاقة من أردا جولر مبابي 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 كارفاخال عرضية ممتازة من فران وجولر تقريبا هذه الفرصة الثالثة اللي ضيعها أردا جولر مورو خالد برايم دياس تغطية دفاع سوى التوزيع الرائع والدفاع عرضية خطيرة يا مبابي جونيور بروعة لكيليان ومبابي بالعقب بيسرى لم يتمكن من تسجيل أول أهدافه في سانتياغو برنابيو وأول أهدافه مع الريال في الدوري لو 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 رائع يا بي وين يا مورو وين يا مورو ضيع ديرة خطيرة خطيرة مامادو سيلا في أول كرة في العمق يضربها بيمنى مرة جانبية على يمين الحارس تيبو كورتوا شوف التمريرة كم كانت رائعة لم تكن هناك وضعية تسلل سيلي جونيور 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 مبابي 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 ضيعها ضيعها مبابي الريال لم يفز حتى ولو بقوا خمس دقائق على نهاية المباراة الريال لم يفز وبلد الوليد لم يخسر دياز با 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 جول إبراهيم يفعلها دياز هدف ثاني للريال في الدقيقة 88 كان على مبابي كان على مبابي أن يفعل ما فعله إبراهيم دياز وكأنه يريد أن يقول لرودريجو فينيسيوس جونيور وكذلك لمبابي هكذا تسجل الأهداف عندما تكون قريب من المرمى يفعلها إبراهيم دياز ويسجل الهدف الثاني للريال من كرة جاءت من هنا من هنالك عن طريق اللعب عن الكرة البعيدة تصيده مودريتش تمشي هندريك 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 يفعلها البرازيلي الصغير هندريك يسجل أول أهداف مع الريال في سانتياغو برنابيو يسجل ثالث أهداف الريال يفعل ما لم يفعله مبابي هندريك 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 يسجل هدفه الأول بعد تمريرة من إبراهيم دياز وفرحة كبيرة للولد الولد الصغير يفعلها ويسجل ثالث أهداف ريال مدريد 3-0 صارت النتيجة للريال بفضل فيدريكو فالفيردي إبراهيم دياز وإندريك استلمها الكرة بيسرى وضربها بيمنى على يسار الحارس كارل هاين